السلام عليكم، ازيكم؟ وحشتوني جدا. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هعمل معاكم وصفة سهلة جدا وجميلة تبقى عندك على طول في البيت. هنعمل مع بعض القرص الطرية محشية بالعجوة وسادة، وهنحشيها كمان بالجبنة. وصفة سهلة جدا ورائعة للمصيف، للفطار في اي وقت. لازم بقى تبقى عندك على طول في البيت. اتمنى الوصفة تعجبكم. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك، ويلا نبتدي في وصفتنا. هنجهز اول حاجه المواد الجافه. عندي كيلو من الدقيق، هحط عليه نص كوبايه من اللبن البودره، ومعلقه كبيره من البيكنج باودر، ورشه ملح، ومعلقتين كبار من السكر، وهضيف 3 معالق ممسوحين من السمسم. ممكن تحطي شمر، ينسون، ممكن تستغني عنهم براحتك خالص. نقلب كل المواد الجافه مع بعضها ونسيبهم على جنب. عندي بقى كوبايه من السمنه على زيت، هما بالظبط 3/4 كوبايه من السمنه وربع زيت. وعندي علبه من القشطه، العلبه دي من السوبر ماركت عادي. وعندي كوبايه 150 ملي من الزبادي. نقلبهم كلهم مع بعض. هحط بقى خليط الزبده والقشطه والزبادي على خليط الدقيق، وهبتدي اقلب كله مع بعضه، وهفرك كده الدقيق بين ايديا كده لحد ما اشرب كل المواد اللي انا حطيتها دي. عندي بقى كوبايه من الميه الدافيه، حطيت عليها معلقه كبيره من الخميره الفوريه ومعلقه صغيره من السكر، وسبتهم على جنب لحد ما الخميره تفاعلت. خدت بقى كوبايه الميه دي وهبتدي اضيفها على الدقيق وابتدي اعجن. انا استخدمت كوبايه وربع من الميه، طبعا ممكن تستخدمي اكتر حسب الدقيق بتاعك وحسب الزبادي اللي تستخدميه. لان استخدمت الزبادي بتاعي ما كانش فيه ميه. هقعد اعجن بقى كويس قوي لحد ما العجينه تبقى طريه جدا زي ما انتم شايفين، وما تبقاش ملزقه في نفس الوقت. هسيبها بقى تتخمر لمده ساعه او ساعه الا ربع حسب الجو بتاعك. دي عجينه التمر اللي انا استخدمتها، بس شريها كده من السوبر ماركت. بعد ما العجينه بقى خمرت، هبتدي ان انا اقطعها كلها كور زي ما انت عايزه حجمها، سواء صغيره او كبيره. انا احب حجمها كده يبقى معقول، ما تبقاش صغيره قوي، ما تبقاش كبيره زياده عن اللزوم. هخليهم بقى على جنب ومتغطيني كويس عشان من العجينه ما تنشفش، وابتدي اخد واحده بواحده افردها بسيط واحط فيها قطعه العجوه. انا العجوه دي بتبقى طريه قوي، يا دوبك بكورها كده واحشي بيها العجينه على طول، مش محتاجه احط عليها سمنه ولا زبده ولا حاجه. قفلت كده العجينه كويس، وهبتدي ارجع ابططها تاني بايديا. دي واحده تانيه، هاخد كوره ابططها بسيط واحط فيها عجينه التمر. انا كورتها وفردتها زي القرصه برضو كده، وبعدين الم عليها العجينه كده واقفل كويس من تحت عشان ما تفتحش معايا العجينه، وارجع بططها تاني ورصاصي بقى على الصينيه على طول. ارجعي بقى بططي القرص كده تبقى كلها بسوي بعضها، متخليهاش سميكه قوي لان هي هتخمر تاني فحجمها هيكبر. بططيهم كده وبعدين اغطيهم وسيبيهم يخمروا تاني كمان نص ساعه او اقل او اكتر حسب طبعا الجو اللي انت فيه. لو هتعملي القرص سادة، خدي الكورة بططيها على صينية الخبز على طول، مش محتاجة تبططيها على صينية برة. وبرضو غطيهم وسيبهم يخمروا تاني. لو هتعمليها بالجبنة، انا خدت برضو كورة وفردتها كده بشكل بيضاوي، وحطيت الجبنة كده في النص. استخدمت جبنة كيري، جبنة مربعات، اي جبنه، المهم ما يبقاش فيها ميه. قفلي بقى عليها كويس قوي كده وارجعي بططيها، بتبقى شكلها بيضاوي بالشكل ده. ورصي برضو على الصينيه وسيبيها تخمر. وقبل ما تخبزي، سخني بقى الفرن كويس على درجه حراره 200. بعد بقى ما القرص بتاعتك تخمر، هاتي بقى سكينه واعملي فيها خطين كده من النص. انا دهنتها كده بشويه من الحليب، بتدي لون حلو قوي. ممكن تسيبيها من غير ما تدهنيها خالص زي ما تحبي. دخليها بقى الفرن على درجة حرارة 200. انا على طول بستخدم الرف اللي تحت النص. اول ما تاخد بقى لون من تحت، شغلي لها الشواية، او لو عندك فرنك فيه مروحة مش هتحتاجي تشغلي الشواية. برضو اللي بالجبنة رشيت عليها كده شوية من حبة البركة. اول ما تطلع بقى من الفرن غطيها على طول عشان تتنيها طرية. ما تسيبيهاش بقى في الهواء كده، لا تسيبيها بقى متغطية شوية، تنيها بقى معاكي طرية وتحفة جدا.
تحشيها بقى جبنة عجوة، تسيبيها سادة جنب كوباية الشاي، طعمها بيض حلو قوي وريحة البيض تحفة. هفتح لكم بقى واحدة سادة واحدة بالجبنة، وشوفوا شكلها عامل ازاي من جوه، طرية جدا. اهم حاجة تسيبوها بقى تبرد تماما وتعبوها في اكياس وتدخلوها الفريزر، ويا رب تعجبكم بالهنا والشفا. اتمنى بقى الفيديو النهارده يكون سهل وبسيط، يا رب يكون عجبكم. لو عجبكم بقى الفيديو لايك وشير، واستنوني فيديو تاني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.